سعيد بن المسيب حينما كان يموت أغمي عليه في لحظة من اللحظات، وكان عنده أحد طلابه من ضمن الحاضرين، فأمر ذلك الطالب بتوجيه فراش سعيد إلى القبلة، فاستفاق سعيد وقال: من أمركم بتوجيه فراشي؟ قال: أنا. قال سعيد: لئن لم أكن على القبلة في حياتي لا ينفعكم توجيهي. لمثل هذه اللحظة فليعمل العاملون، وليستعد كل إنسان حتى يبشره الله جل في علاه بالجنة وهو يموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.